سؤالها وحنجعل هاي إن أقول بيو فضيلة الشيخ موسى الشيخ محمد سؤال شكروات وحيقص أصلت هاي وسؤال آدي أنزلك أبو باطي وهو يصور على عطي هو يلي يصدح دلغضو الغفري مال رجعي سنكا أمواني كالي مقولها بكا وسؤال وهو يرجعي وشد إلي قفك هذو واجه ولا تسي كان قضي قلب قلم قضي واجه دم صول لابطه
وحق يماده ما لا عينه يا أهلا وسهلا بالله وفي عنته مو مرك حاجة كسر الله تينا سهوا وفي عينه حاجة دي منا سؤال الله تعالى صدق كمان نوفر وحكم يلا أنا واحد أكيد حق حاجة عدد ديدنا حاجة علماء الله أو يري واجي وانا واحد رجل صدق حدين نوفر حبي ذيك ما جبته لكن كتب واحد أكيد رسائل أي سؤال سائل العلماء الحجاز رسائل شخص مرك بعض واحد عدين رسائل هذه صدق نوفر هيك عطاي مرك يسوي نك قفك على مركب واحد ويقفك واحد على رواه إن الدين تيس ما بقول صوان تاعه عاد هاي واحد ما لبى رسائل قصة صار يو هبل اللي بدله يو لبت ذينا دين توين مراجع فولا لاي مر علماء دي هراي حطوا هرنا هاي ستة حبك عبد المي هذا كقفت برت راسه فديسه والقوي ما نيا واحد على رواه واحد على يابنا وهذا ما عنده بقى ما حكيت لي سنة يرانا رجع سوى يمحك ورا المذاهب تديدنا واجي وده كورن جري مذاهب له أقل وحين قال يقارو كهذا والله تكفير كل يا وحيد إني خلدينهن على مضة ضاحة كملة مر واحد تسقط بإمام النووي يحكي سقط مرنا ابن حجر العسقلاني مرنا ابن تيمية مرنا محايا عبد الوهاب مال تصح كما سقط مالك محر عبا نشيغ وركيسة مالك سقط على مضة الوقت قرانا يقف كونه خلدينهن واحد كملة بيهن هدو سمثة بحيسان هدو سمثة بقورية لهين هبا مالك أرضو معلم من إني حبتك سقط الشيخ وهو وتلفيق العلماء في شيء جدي واصح لكن هذو قرط أبوه على يا مسألة شقار كي يوسف وليس في عرف فهمين واحد هذا الشيخ حبض مسألة على سوق قاتو تلفيق على إذا واحد بنانا ما الشيخ قستوى حكوب بنان بار إذا خضع النبي ما إمام مالك وياك ياها قف عن خدمه بكلمة إلا هذا مسألة النبي يوسف جو جو وهم ذي نادي قبل لا ساحب كوجر ما قف عن خدمه بكلمة جل لم يوجد سلعة مرك إمام كست يعانون كست خضع وكبرنا هذا تلفيق ركز نقطين خدايا إلى أول سطع وخطر وجدها كتك سخد إيسي كيف كم بحسيت وقايتين ودينك ونقطة مركة مذهب إلا قصارها وقت أفرت مذهب السيدة سوية ركز مركة حديث رأي قبصدان باجرة وعامدنا اللقود حطوره والوري حديث كاسوحة إمام مسلم باوري كان الضلاق الثلاث على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلاق صدح ذا يروحها زمن كي نبي وأبي بكر زمن كأبي بكر وسنتين من عمراء رواية كان صدح بشيء سيء الله سنة قوني هذا اللي بجد عليه لكن قيمتي سهرة قيمتي هرة سيء عمرها واحدة نبي يا أبي بكر قيمتي هرة عمر واحدة ثم قال عمر باوعي رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا ما كانوا فيه على إناء فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ذات كيوحي سيء عمر شيء يكبقى في سنجرين واوي ويكمي في سنجرين كمارتين أي سب كدك دقيجين بهذا كسو دقيجين هذا كنت تكسي من قوهم فأمضاه وكنت تكسي عليهم هذا قامت يا واحد كفر سري يعني إنه جاي واجي النبي جوا يصدق هذا القاهر هل حبال غيس القاجر وكم أي بكر نصدق هل حبال غيس القاجر والله عمر أنت سهرنا هل حبال غيس القاجر واجي دم بعد سيد عمر بدله هوش أسوأ وكذبي صدق لي إني صدق طاي ساس كذب مرك أنا وركاس عمر هذا كم جرنا واحد كجرنا واجي وهر هل حبال أي هل غيس القاجر يو يا أبي بكر هل واجي واحد ساسينها وحين تاسم أحد خالده علم الآد بوقدين وحي خالد كنتها يوقفك صلى الإسلام هي قرانية قرت أن محمد جلي صلى الله عليه وسلم وأوفلي أو كذي تيسي وفلا بل نيك بدلي كروح كبدلي يا واكي مثل عمر ما كنت عكرينه بدله نبي وحدو كنت قسد حد القضاء قبار الوفر إني هل حبطها أحد كله سواء بدلي ووحك لكف كيني ماشي محوي تاوقف أبي بكر نوالم أنت عم تكون عمر ما خلافك ووحي أغايين وكتاين أنتو سوقات المك ما بدلي كنا أدو بدلي لها والقوقة بصنا أصحابتهم بكي شيء وعلماء مركة ما شاكها لها بوحي هذا سيد عمر سيد الله وقوقة بسنجر وارتح وقافا وها عند حدود الله إله على حدود الله ويدون سابتين مقذجين شيء سريعاها دو أركو الوقوقة لإذا القد الأخرية ودر يوصلينك أحاديث كتالة وقررسة ننكي ما غير مركي ليري قول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض على الجاهلين هل مر إسلامي مركه وقاف مركه عليه سيد عمر ما نخذ به والموضوع صدق تعرفين تعز عينا سيد عمر وح هو لو جري سنان وصب بدلي كرين الأولى خمسة على هذا بدل مركه خذ به وعيه لا تغالوا في صدقات النساء في صداق النساء هؤلاء كم حاكوا إلى مهركوا لها بدينين الضوء يعني بدينين فلو كان مكرمة هدي بدين تيسفا إذا يشرف كجرته لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال إنكم من الله وقبله سو برسلين مهرك الله بدينها قبله سنة وقبله دارية كواسن مهرك الله بدينها
حافظ النبي قد كعب دو دو دمر كاس ما عرف ما حاسس كسان وذن أبو جبلي سان وذن مهر كذا الله بدين لها مرك مهر هذا سنة مهر ربنا ما هينه يا الله بدين بيجي قبر بس هو بدي مساجد في جوته مرك هذا كيلو خبين يكجته واحد تل يعدين الله وتمنعنا من الخطاب سيد عمر إلى هنا حرب ذن بنسي أنما أنا غير عيني سوى لوديس أزاك بعد كفته مرك أسألي لو سألني نسي حرب ذن سيد عمر إنك غيري مرك سيد الإلهي وحير وآتيت إحداهن قنطارا قبلها مركو تدفع هقول أن مرك الله يا وحالي وآتيت إحداهن قنطارا أو متى راسيسان حرب ذن قنطار هو مال كثيرة مال كثيرة وإلهي نسي أنا وحالي هلا يري ساسيتي مركز سيد عمر وحير وآتيت رضي الله عنه تذكرن وافقه الى سيد عمر ما تذكرن دين توا يقانا انا هو اقوم بي مثل يا سيد متي قبلني واحد يقول قبلني حتى يقول قصدي دين في ير يركا او حجابنا او ما راح علم قال جوج حتى ما ساي شيء ان غرو اي شيء يو وا لا يعني بدن يا تذكر وا يعني تذكر وافقه وا يعني بدن معناه واحد لا سو قاطع سيد عمر سو سو ديرن كريم حديث قرت سما اي سوي علماء شك تسريه وما حيدي معناه بدن ذاك الشيء لكن له معنى وفيه وحيدين كانت لا قوس ثلاث واحد تاريخ كورمي ذويب وحنا أركي سوى تاريخ لا ورمي كانت لا قوس ثلاث على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم دلاء كان حتى ما أنت الجو وتذكر صدق صدق كفر يان وحوها زمن كي النبي يا أبو بكر زمن كي سي عمر قيمتي سي ورم واحدة حتى ما أنت منك صدق ضوء سلاحي عمرك وضم عين وحفر وصدق ما بكفر ذو باهي واجي النبي يا واجي أبو بكر يو هل الحبال وفر جد تفسير ثم عاية والحديث كي واحد مع نفس مضبوط واو انتاس وها معني سكر لا انساس معناه لا بعض حويت معناها لا بعض علم الرجحه وها وهي كانت طلاق ثلاث طلاق صدح لا وحوا مركي نيكو يرا غوانيس انت طالق انت طالق انت طالق وهو ولنا سداس انت طالق انت طالق انت طالق صدح جرساء سبح جيوت وانا اطلاقه استئناف لو سنيسن تاكيد لو سنيسن اسكيري يا وحى لك سوى قادي جري هالحبر أنت طالب أنت طالب أنت طالب وافرنتها 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 ويسا ما لعنى صدح جلب اسلامي وافرنتها 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 صدح لأجير واقي هرو نبي جوي واقي أبي بكر جوي يقيمت هرو سيد عمر ننكي صدح جير ساجر على أن كوّد دلقد هرو كوع العلم يو كوات كينا يو دلقد بنا عن كوّد لبدا حبوت نبي اسكي بلاقا waxaa la oran jiray hal xabo weey maxay ila dadka waaga joogay baa caadadoodu waxay ahayd intooda badan hal xabo inay ku furaan marka aad daaro qanta daaro qanta daaro gudiitan taakiid inuu ka wadaa looga soo qaadi karo waagii dadkii batay oo la magaalooyay la barwaaqay aad daaro qanta la badiyay baa si xun wuxuu yiraahdaa aad daaro qanta saddexda jeer aad ka ku haya aad daaro qanta daaro aad daaro qanta ki yiraahdaa saddex ma wadagay dadku dadku horumaa oo iska aamin jiray taa hadda ma anta aamin weyn aad daaro qani aad daaro qani aad daaro baa du yiraahdaa oo muskaay ila qow saxba wajeedi saddex la xusraacayna ka raacayna saasuu ee wax nabi waaya abu bakar bedelay iyo wax nabi waaya maxaa wax umar bedelay allah wax abu bakar waaya umar bedelay wuxuu ma hadiidka macnuhu saasuu wa anti taadda waatibti hadu yiraa anti daaliqu anti daaliqu anti daaliqu wala waraysan haka wada waxaan ka waday saddex dalqood baan ka waday anti daaliqu wa habad anti daaliqu wa istinaaf kala habad kala أنت دالكون واحد كلا استئناف صح صدق دواطن أنت دالكون أنت محاكودي تأكيد بكوذ وتيورا كحل جني القدر هل حب يكون تالي واسكيد الأقوى منك بودي واسكيد أنت دالكون أنت عند صدق سكر راعي وسير عرفني ساس النقرين ساس حديثك مع نوسي وحنا كنت صيني حديثك مع أولي عبد الله بن عباس بوري حديثك أقرأ كأنا دلاب هدا يا استاذ عبد الله بن عباس كي وري حديثك لفت جيسر يا حديث كان لجودي كلا أركدون ومحوية عبد الله بن عباس بن أبي نك اسمه يا ابن عباس إني طلقت امرأتي 100 طلقة حاسة وحن كفري بقول ذا القضاء قل ما كفر فماذا ترى حاله بقول ما كفر قال وحي طلقة منك ثلاثا سدح بك غفرت تضبات هي سدح ركانك اتخذت بها آيات الله هزوا آيات كلها كلها نسيتوا عيالي تستسوا إلى كسرت كلها غفرت يا مال ما موضع كوري حديث وحاكله صار حديث أبي داود وري سنة كيسنا حسن يعني
مجاهد وحا لغا وريي مجاهد وا حرق عبد الله بن عباس عن ابن عباس انه كو وريي مجاهد وحو وريي وي كنت مع ابن عباس عبد الله بن عباس بن رجلي فجاء رجل من باويمن فقال وحيري طلقت امراتي ثلاثا سلامتي صدح مقف يجوا علماء سيد هذا لو ودي لو ودي صدح القوم حاصل كفر عبد الله بن عباس وكجواب فسكت حتى ظننت انه يرد هذا عبار بقى مصباح عسير بيالا موحى ورندونا وصيع شكل رابط ثم قال وحي ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس من إنك إذا كم بذا انتو حارق جيسا اسكفرته وطقن ما كوكعه ووحي الرواس واسم أيوه هذا أمركم بلاس واخرقه من تكون يدعوك يا عبد الله بن عباس وحيشة أدوبنا إلهي كما ضبط إلهي لو وحي وما يتقي الله يجعل له مخرجا قفك إلهي كفك المخرج بقى إلهي سمعي حتى إلهي كفك المخرج بقى بالوسين لها مخرج المسلم مرة دا صدح كفر لي وحكم والله أرض سنانت وكافر عصيت ربك وبانت منك إمراتك ربنا وعاسي حاسك إنك كافر صدح لك كافر عبد الله بن عباس حديث كهروري با كان عدس أوري حديث كاس أبو داود أوري سنة كنا حسن بركة حديث كاس إنه سيدة يهي هوري حديث كان كلام كنت سنة يو عبد الله بن عباس لمني واحد كلام كنت سنة علماء الله يصدق مركي كبار الكفر إلى ماشى حواك الصهارة يعني هو يمر نكي الأورنجري العجلاني باب اللي عانك كنت في جري ومشهور كها نكا مركي كبادي كان لعان تمي هو شو سواه وين مركي كبادي كان لعان تمي نكاس ولعان كنا ماضي بوحوير كذبت عليها إن أمسكتها بين بان كشي قوادا وكنت بيرا بورتي هدي ان قوادا سيها استو قوادا ان كدارتو لعانكا كمري لعانك وقاب وين ان لعانكا اسكمري هدا ان بسيها استو بين بان كشي قوادا سيها مركز سوير دلقتها ثلاثة وصدح عن كفر قوادا ما مرر صدح بأي وفرانت مركز سيد نبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها ورم موضا ما يشك عقب وفر محافظنا ملاقه إلا لعانكا وكدر فريتانك لعانك لعانكا درم مرة دي اللي عايمة له تحريم أبدية عايمة له فروض يوحى منه مبهنا قواده وما علاقة ومحافظ له النبي صلى الله عليه وسلم مركة محال وقرت مرة دي النبي قهرت في الحكولية ضلقتها ثلاثة صدح من كفر وحنا كنت لك قواده إنه سمرت المسوع عشان أوحي إن أمسكت كذبت عليها أنا أمسكتها هذا أبا هيستطن بهم أنك شيء مرة وبلايته صدح من كفر مركة صدح له أبو كفر ساسة كل عسارة جمع دمنا ملك أحاديث الأدلاسة سينيسة بارك الله فيكم لنكي أولاد حرارة يا شبه السجلين دلاغة هل اسكدها يا مركز يا صدح الوقت الواقع واحنا عصنا أي حقا أجير أي نما نحن عصنا بقوار مفروع هلو بقى ونك حناقة كان أنت بقى دلاغة أنت سبقى معلم كيس حناقة وحل وفرة يعني نسكب بدل وحل مفروع حناقة مركو يما له كبار دالها فرن هتا له فرن فرنك فرن كوح وين وي تتكي صمالي وحاك من يردي يتكي صمالي باب كده لا قوي سجس هني واحد حق مو بهاي غير كم مركز عندك بره نافذ كسر تشو كسر تشو مركز هنا صوب قاس هنا في اللي ينكر انت حب بس كبر ده تم عنده عشان لا يصير أورن سيسيا لا عربة ميش جوكتة مصع هنا يصير مركز هنا بواحد بس يصدق هذا القوار حبت كفر سرع شو هذا رح حبت كلا كسيفه سرع شو كان سكاس هاي ستة هل حبت هذا كفر وفر مثلا حاول يسوي شيء دينسا كبر هنا في المرة تام هذا القدر كتر هتكت صح كتر وبعدين سحب هذا سكوا هذا سيعش هذا تحت سوق سكرت لكن هذا سوق ستوضع قلاع قاب كفدي هذا واحد كوه سنة سحوار كوهري بس لا على سكجو نبع قار فريات كمان يمر كفره لقد يلا هو كفر دوره لقد هو كفر أما لا هو كفر لا هو كفر هل حبا هني من كلا بوسري عجل سوار ما تيجي كلا سبوسري هذا واحد ما كمان يو نكينا فري وسوق بوسري محوك قوي يا وطنا هل كحبا هني هل حبا وهني هل كاسو كو قوايا دلا نكاح عصو حبت دلا صدح دلا قوي كو كاين ميو هل كي واهي سلسة خطر الله مركا قفا بسوية دوس اقول وهلو بريو سيرا هل عبا كفر حبتا وكر راعيس مركا فرين كان علماء هل لو يديو ومعنا هل لقيت حدرو يا انا اللي قدك دلي مركا فرين كون عكدي بعد ذلك سور ديا انت هارا فرين كمركا هارا كتشو مركا فرين كصدح لانا وهو يديك برا الكفر يا اللي سكشو بهيني عروت يا اللي سكف الشبهين كبادي هداف ري بس كسامير كبارك اللي تبورسو وصدح كفر بارك الله فيكم يا لين خلدي ما انت وحا بدن ان هانكورا جوابك وابدن تاي فتوض وابدن تاي دد وحا وجوب مقوره يا دا وحا كنت انا كوسو علينا بحوي
نوع عارك سنة تنا كمان يسنتح كفر كوي مي أو شكتوا تلو كم فرنا له وهذا البقوت ووسعش ساكن وعين كنا وهذا وهذا وعين كنا دين تاو عين كرتا شيخ البقوت ووسعش وكل شيء شرع عياك عين كنا وهو سوى هسا معنا شرع عيا عين كرتا دي شرع عيا كديد دي وولاد كلا صاحبتينا محوقا أو سيس وكيا وكوبا نانتا ما بنا ناكلو وولاد لم عين كنا شرع عيا عين كرتا هدي شرع عيا كوسع عين زي أهل وسهل ديس كوسع عيننا بدك ما سعيد لكن ولاد ما يسوع هلي يا دات راي ولاد فما كان غاطو كوشة موايس بالله توف شيخ عندي يا المقاسية والجزاء الله خيرا وحرجين أن جوابت أسعاوي فكي حق دوليا إنه سأصيب عن دولي إن لوصيب يا ريا أما لوصيب أخايو فكي سكود يا ريا وقرحة بعدي سيسلام ريا كما قصوريسا فكي حق الرأي مسكب ريا إلهي سبحانه وتعالى حقيقه كما قصوه إيوه لكيس إلهي سبحانه وتعالى وحقوب الأقالي جزاء كفرة وغفة وحوري أبرا بقول لي إلهي المسيح سبحانه وتعالى سؤال شغل الدات كدبوح وحكوسة وصنطة نكاحة لإرادة حكيمك سليم هو من رويتيي قبل أهدي ولي إلى مقام الصافي مع صحية نكاح عاسي حل النبي صلى الله عليه وسلم أما أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مساله التحكيم سومالي مسافه سكتره لكن مساله التحكيم بعد فشرع ويقان سومالي دا وحو تطلع ترى مسافه ترى مساله مركا غود هان ادا واحد كتابنا هرتا غبد غورنتيده مركا لا غورنيو احكام بينه سيمه الكشافيه وقوه أركان تعمل كعلوة في كل قديس أنت ماذا كشافية واحد عشر دي أول قبل أن يجوريه وأحكم وأن أول اللي هلا قبل يجوريه هي تزوج كي زوجتي اللي سو جور نحافر زوج كحلو جورني أول يجورني هي زوجتي رفت قالي هي الصيغة دي هي على أساس ماذا كشافية وعشر دي أما أركان بواه هي مرخاتيال لون مرخاتيال علوم ما تعرف أصلا خلاص أنت واحد مودا ماذا أبو برادر وين ووجود ذلك بدل حاجة لك أحمد الكشاف عليه سووا لي جينا وشر دي بيجي ولا لقى مار ماو مخاتيان لقى مار ماو وين وين مخاتيان اللي هلا عد جور سووا لي أنا لكن علماء اسمه وافق صار علماء بدل بقى واحد قبطائنا قبل دهور تمر كورونا ولا جوريو هاي سشر دي هاي ولا جورنا جوريو وشر دي ما قبل ده اسجورين كرتلاستيكا قبل ده رستيكا اسجورين كرت ماذا بقى أبي حنيف أي علماء كانوا وين بقى قبطان هنا قبل ده وشيء وأنا أصوب هني ولا المشي لك أنا مركا عندك حوا كم العسانات حق هذا محنك إرادة مسألة المسافة اللي إرادة وقت وديدا وعافين الله هاي إن قفكم مرك وديدا يا ميرش وهاي صلوا قال على جواب كلام أما هذا كيس النقدين كلام تذكر ذات مذاهب أمسن معها أو مذهب ما أمسن بيليه مركا ده مركا مسافة أي ديدا يعني علماء دي وقت قرأ سنتها بس إيش خلاف قال على جماعة الله بس أيضا ده خلاف تها علماء ده عن الثقة بتو علماء عن الثقة بتو ذكر المصدر حطوه والمية وحران لكن تض مذهب كأن مثلا إسماعيل حران مده كتير شيء عن مذهب كاس بالوفلي ومسألة قضية شرعية عد عضي مذهب كاس يكفو شيء علماء دي مذهب كاس يشرع محاك ورا أكانتي سي شرودي سي بالوفلي يأدي لذي سي مذهب كلو أصيلة عنو أرق وسيدا خلاص هادو صور دواب ما أورن كروا كآخر قنط أنت قال نوي واحد ماذا كان سيسا الجودينيا علماء سخطة ماذا كان سيسا علماء الجودينيا مركا هداي سن ماذا من عام من سنين مسألة إخلاف تاعي محا مركا يكرر من فرق الدايا سك الدايا هدا يو إليه إن أنا مرة إنه أنا ولي ما كم سنين مسألة حتى قبل سك الدايا قبل محا كورا نزوج حتى علوم قبته قبادي لفت جاي ما هوش فلن كرتا محي مرك انت عليك كل حرتك انت على قوم ريا لما سألت علماء رصاص قطين يعني واحد الله قال كرم ما هدا إلى مذهب كشافية الله يسنا شافعية عن قبيلنا إذا أنا أتكلم إن الله يبغى على جهل الله مرك يعني ده الله وراه الله ما الله قال كرم هدا هذا اللي يجبرني كاحن كجبر ولي وسني كاحن ما ساعي سوحة ماشة الله ورجع ورد الله تجدا وسبوني كرته علماء أنا قبط آيات القرآن يا حديث بقوته معك جواب كده ما حد يكرته هذا جوار باوكاد زين بشو ذات بنكاحي على ذا جوار تري نكاحي
iyada laftigeeda isguurin karta waa arkana daliilkeediina qur-aankeedii iyo axaadiisteedii maxaa ku jawaabi karta muxuu dhahaya haddee madhab ma aaminsani buu kuleeyay moogta wuxuu ku jawaaban garan kara wuxuu ku jawaaban garan kara madhabkaan aa xaniifa oo ayaha qur-aanka deliishanaya iyo axaadiistaan haysta maxaa kagana haysa waa xirmaya hadduu yidhahda madhabka shaafiya in la haystaana yidhahdana oran lahaana ad taana kama hayno waa ka qancin lahay marka markii taa laga soo gudboodka weligu inuu shardi yahay in kale culimmadana khilaafkaasa ku dhex jiro abi xaniifa isagu wuxuu leeyahay fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan gayruh waa ayad qur-aan fain dallaqahaa zawjkii hore hadduu furo falaa taxilu lahu min bacdu xalaal u noqon mayso ninka intuu furay kadib xataa tankixa ilaa ay gabadhu ku guursato zawjan gayruh nin kale iyadaa guursanaysa xataa tankixa zawjan gayruh ilaa ay nin kale ka guursato waa ayad qur-aan cad imaamka weyn oo saaxiib madhabkaana baana saa ku fasiraya axaadiisa iyo adilada kale oo soo aroortayna way ka jawaabayaan kulligeed haddaan unimaana madhabkeena laftigiisa shaaficiyada gabadhii weli baa shardiya inuu guuriyo weliga weli oo nasabana weligii uu noqon karaa mid aan nasab ahayn uu noqon karaa oo wilaayo wax u geeranaya shaksigan guurinaya gabadha weligeedii nasabkii uu noqon karaa ama muctiq buu xataa noqon karaa iyo mid wilaayo wax ku guurinaya wilaayadaasaa taxkiimku soo gudagelaya waxayna yidhaahdaan weliga oo xagga nasabka ah iyo weliga xagga wilaayada ah oo taxkiim ka mid yahay waxaa gudaweyn weligan kale maxaa yeele wuxuu guurin karaa gabdho badan buu guurin karaa oo taxkiim lagu guurinayaa ama wilaayadaasi ku guurinaya kaasaa baabkiisu waasacya kan laakiin weliga nasabka ah dee gabadhuu dhalay iyo gabadhii walaashiisayd iyo buu guurin karaa oo hadda marka saas gabadhii taxkiim ahaan baa lagu guurin karaa masaasha lagu guurin karana teenaan hadda aan isweydiinay oo gabadhii markii weligeedii masaafatulqasri uu jiro waa guurin karaa haddii taxkiim la sameeyo sharciga leh oo sugan waxaa kaloo lagu guurin karaa gabadhii uusa weligeedii aabaheed isagoo uu joogo la guurin karaa uusa dhiman uusan wilaayadiina uusan ka casilnayn la wilaayada waxyaala badan oo ridaa jiraysa gabadha aabaheed markuu yahay maxaanku iraada xaaji gabadhii halkaanay joogtaa guur waa la soo doonay aabaheed xajkii uu xirtay ilaa xajka halka oo kaxdan ka dhahay bilii xajka markuu lagu jiray zamankiisii ayaa guurinaya gabadhii aabaheed waa xaadir waa xaaji ma guurin karo abcad kale ma guuri mayso aabaha dii loo awoobay aadi jirto maanta odaga awoobo lagama aadi karo maxaa yeelay nin wilaayadiisu sax tahay weeye shareecada un baa diiday xaaji in wax guuriye hadda nin fisqi waxaa ku kacay maaha lagama rari kara saldhanadiisii awoobo ma aadi kadho iyo akh minna yay aadaysaa waxay aadaysaa dadka kala guuriya suldaankaa guurinaya xaakimkaa guurinaya baab taxkiin baa la aadiyay sasha odagii waa xiray jeelkaana ku jiraa steeshinkaana lagu xiray gabadhu waa loo baahanya loomana geli karo maniisa wajaha yaa guurinaya walaalkeed ma guurinayo aadi mayso awoona ma guurinayo baab meelaha marka keenaysa wilaayada noocaas wax lagu guuriyo wax aad u badan wey way badantaho dhowr iyo toban bii culimadu gaarsiiya marka horta masaafada shayga la yidhaahdo guurkaas su-aasha jawaabteeda guud haddaan ka jawaabno gabadha in maxaanku idhaahdaa iyadoo aabaheed maqan yahay oo meel masaafaa jiro salaada meel lagu gaabin karo uu jiro la guurin karo waa nikaax asaxyo haddii taxkiim sharciya leh iyo shuruudiisi taxkiimkaa shuruuda u baahan wadaad kastaana ma geli karo ada waxaa arkaysaa waraaqa wax yar ku qorqorto oo ijaabkii qabuulka oo si u khalkhaldan meelaha ku qorto isaga waxay waa ku khaldami kadhaa taas laakiin nin culimaha baabka taxkiimkii nidaamka yaqaano sixi kara haddii loo haduu hawshaa taweliyo gabadhuna taxkiimkii dhibato iyo zawjkii hawshaa saa isu waafaqdo aabihiina masaafatulqasri uu jiro nikaaxu saxwi adiladeeduna waata waxaa tusinaya u daliila xadiid imaamu maalik uu wariyey kitaabkiisa muwadaa ku wariyey imaamu shaaficina uu wariyey imaamu bayhaqina uu wariyey wuxuu ahaa xadiidkaas cabd الرحمن بن قاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن قاسم وحال غوري وحوي زوجت أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب الشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا ومثلي يفتات عليه gabar uu dhalay cabdiraxmaan ibn abi bakar yaa caaisha waxay u guurisay nin la yidhahdo mundir ibnu zubayr markaa gabadha aabaheeda cabdiraxmaan ihina wuu maqnaa shaam buu jiro caaisha gabadha eedda uta walaalkeedaa dhalay gabadhii bay nin ku xirta iyadaa guurisay maaha maxaa yeelay
iyadu waxay weydiisay axaadiista leh gabadhu ma guurin karta nafteeda marka iyadu ma guurina cid bay tawlisiisa guurisa saasaa ka cad bay dhahay culimmadu maadaama ay tahay qofka warinaysa axaadiistaan odhanaysa gabadhu isma guurin karto iyadu hawsha toosuna may baashirine cid bay rajul bay u dhiibtaa hawshaas saasaa culimmadu leh gabadhi saasaa lagu xiro markii gabadhi saa lagu caqdiyo hawshaa ku dhammaatay yaa cabdiraxmaan ibn abibakar baa yimid oo walaalkeeda hawsha waa la waran waxaa intaa maqnay gabadhaadii xabsa ahayd waa la guuriyey caaishaa ninku xirtay oo siisay waa xanaa wuxuu yidhi mili yusna haada maanoo kalaasaa loo galaay markuu tagay reerkiisa loo dabamaraa gabdhihiisa dil lagu dhasiya soo ni odayo mas-uula maayo weyn oo mili yuftaatu calayh maanoo kalaa laygu dul jawaabaa si anoo jooga gabadhayda nin kale loo siin karaa oo caaisha u guurin kartaa hawshi waa adkaata waxaa lagu sigtay gabadhi in la kala diro reerkii ole odayo waa xanaaqay gabadha iska furniyo raalli kamu ahaa markaa kadib wuxuu yidhi hawl walaashay caaisha ay fulisay ma burinayo mar haddii walaasha caaisha hawsha iyadu ay gashay ma burinayo wa iska daynaya waba yaa ninkii gabadha laga furan marka xadiidkaas wuxuu tusinayaa oo daliil ku yahay aabbihii oo nool oo jooga yacni dhulka carada jooga aan maqnayn oo aan ahayn maxaan ku ra qof mafquud oo la waayay jooga walaayadiisiina saxan tahay oo aan waxba aysa ka dhinnayn gabadhiisiina aan raalli ka ahayn oo la nikaaxiyey dee waa masaaf oo kale masaafadu soo intaasa maaha odagii waa jooga gabadhiisii ninkaa inuu siiyo raallika ma aha oo macnaha gacan mara in la weydiistuu rabi waxba lama weydiisan gabadhii waa la nikaaxiyey hadhata odagii waa xanaaq meesha waxaa ku jira waxa weeye ninkii gabadhiisi isagoo raalli ka ahayn baa ninkii la nikaaxiyey soo maaha taas marka waxaa banaynaysa maqnaashaha uu maqan yahay marka haddii weligii maqan yahay maqnaashaana shardiya qolyahaana waxay yidhahdaan gabadhii haddii la kaxeeyo oo lala tago baan diidanaa xaggee ku arkeen taas oo ku diidaya hadduu ogol yahay waxaa imaanaysaa gabadha hadday tagto ka war iskeeday u tagto gabadhii baa iskee inta halkan ka dhila gabdhu hadduu iska socdaane hadday inta halkan ka tagto iskeeda aan la kaxayn garowa iska tagtay aabeenna gaalka ayo joogo taa maxaa ka dhahaysaa haddii odagii iskii isaga dhaqaaqo isagu tago meel halkaasi aada maxaa ka dhahaysaa yacni iskuwada mid weye waxa uu shardiya meeshaa nikaaxu ka dhacay aabihii uu ka maqan yahay raallina kamu ahan waa innaga ahayn nimiduusa raalli ka ahan waa taas cabdiraxmaan gabadhiisi raalli kama ahan yacni nin in la weydiistay ku qurux badnay anoo marka masaafada dee ku boorin maynee haddii ay dhacdo way asaxaysaa waxaa fiican gabadha in la weydiistay ehelkeeda la doono waa fiican saasay ku qurux badanta laakiin hadday dhacdo way asaxaysaa taxkiimkana wax jiroo bannaan weyo waxaa kaloo tusinayaa la yidhi taxkiimka oo daliil u ah xadiis cabdullahi ibn cabaas lagu wariyey waxa uu yidhi cabdullahi ibn cabaas tazawaja annabiyu sala allahu calayhi wasalam maymuunata wahuwa muxrim nebigu isagoo xaajiyu maymuuno guursaday gabadha la yidhah fajacalat amraha ila alcabaas cabaas bay amarkeedu u dhiibatay oo ka xaakim yeelatay oo nikaaxiyey fa ankaxaha iyaahu rawahu alxaakim rawahu axmed alxaakim gabadhaas waxaa guuriyey cabaas baa guuriyey baa lyii waana maymuuno nebigu xaajigu ahaa buu leeyahay masaladaas cabdullahi ibn cabaas culmadu way ka jawaabaano xaajiga gabar kuma xilmi kartee waxaa loo jeedaa ibnu xajar alcasqalaani yidhi nebigu markuu hadyigiisii qallada hadyahu markuu hadyigiisii qool maxaan kuraaa waxaa jiri jiray waagii hore marka qofka xaajigu aadayo neefaha geela u kaxaysanayo xooluu kaxaysanayo uu kuulgelin jirayo calaamadaha lagu samayn jiray lagu garto inuu xaajiga yahay calaamadihii markuu ku dhigay daabadihiisii wixiisii uu dawatay geel iyo xooluhu wata markuu calaamadihii calaamadiyey oo xajkiisu qababaaliyey welisa uu saxiranin markaas u guuray saasaa xadiidka lagu jamciyay maxaa yeele gabadha lateeda maymuuna maymuunka waxay odhanaysaa nebigu isagoo xayaali u guursaday bay leedahay dee iyadaa ka ogoo la guursaday soo maa marka labada xadiis waxaa lagu jamciyey markuu gulagalay nebigu inuu xirto damcay markaas yaa maxaan kuraa welisa uu saxiranin yaa hawshu dhacday ibnu xajar alcasqalani baa saa ku jamciyay marka ad fiiri fajacalat amraha waxay u yeeshay ila alcabaas cabaas bay amarka u dhiibatay waa gabdhaha hadda wadaadka oranaya guur waa kaa taxkimeesho kale saasa kale ugu dhiibatay amarkee waxaa kaloo soo arooray bukhaarina uu wariyey cabdiraxmaan ibnu cawf saxaabigii la oran jiray axadulcasharaat ahaa tobankii jannada loogu bishaaray midkoodu ah waxa uu u yidhi liummi xakiim binti qaarib gabadhaasuu doonay markaas wuxuu ku yidhi atajcaliina amraki ilaya may i dhiibaysaa aan ku guuriye amarkaaga may i dhiibaysaa aan ku guurshi atajcaliina amrii amraki ilaya
أمركاجا ما يدي بس أنا فجورشي. قالت نعم بيت ها يقول بيت. فقال قد تزوجتك وهو جورشي. تفتي كسائر وهو جورشي. لأنه ما هو كشاف يده حوالا بام بام كارن ده. جينت بطن ويا أفر ما هو يا بيلاد يا أعراب بدن يعلم بدن بيلاد واحد إسكبنان إن ماذا كان مواقع لا تولي طرفين لا بعض دينا عوقفك إنه تولي النكاحي إلا أوهوها من لو قلي لو أوهوها من لو قلي لكن تذكر إنه إنك جوادي لجورس لا يسوي ولينا كان نقض الله مواقع لا ماذا كان لكن ماذا أنت كلام بنايني هذا كان حديث عبد الرحمن العوف جوادي وحي له جورس هذا ما يفسع سهنا جورس كجوريو ها بيتوا يسقي لست جالس كعقدي عبد الرحمن العوف حضر عشرة بخاري ولي أثرتاس ومعلق كوري يا معلق كتاب كوري وحين أنا أثرت صوصه ترى وعلمت إمام البخاري معلق يا كيسو هذا صيغة الجزم صار وراه حكم الاتصال بقى مرد البخاري كوي هذا قال فلان بزايري إذا وحه هو يسرد هو بقال كوي الوقت مرد قال يا سيغوي كاسن الجزم وان مركع أثرت البخاري وقرأت عبد الرحمن معوف ولا كوال ما يدي بس حون كان في قرشي سيتقوى كوني بيقول ساسك فحكى صار وطيدر البخاري اللي تقيس بوريه نقول له أرنج إلى المغيرة من الشعبة بقى قبل أول وياه طاني وما سألش حتى تحكيم فوق على كمته كبدا عنك يقول لها أربعة يا قرني من على ركض لحمي أو عندك حين كبدا بين مجو أو وين مجو ولا كان مجو تذكر تحيا مجو إن على ركض بجوا سأل أولك أو قبل قرني لفتك سبع رأي وقصي قال عليه ما أنت ولا الله كان قرني سما iskalo gurna sabajif wayad baa lo doonay wayad kaasa gaawdo amarka uu dhimaa saasada uu taayay oo tahkiin kaasa la aray marka ninkaas wuxuu yiri waa ku raba gabadhaas oo doonay huwa awla awlan nasi biha sayaa dadku ku xigeeyo wali waa marka sanaftigiisa aray inuu gursado fa amara rajula fa amara rajul nibu amra inuu guriyo ninkaas yiri guriyo oo igu wax maanin wayad fa zawajahu ninkaa guriyo labada bukhari waa wariyay marka gabadhii in la guriyo oo maxaan ku waraadaa qof kale intay amarkeedu u dhiibato uu guuriyo shariicada wax ku sugan weeye ahadiis hadda aan shaqnay baa u dariila waligi laakiin waa shardi waligi marka masaafada qasriga uu jiraa ama wax la xuguma ho uu xiran yahay waa haaji waxyaalo noocaas baa ku yimid marka waligi ooyo ninkaas ay waxa ka taxuun ku dhiibatay baa guurinaya waa inay tiraada waxaan kaaga xaakim yeeshay in ay guursid qofkaas hebel hebel waxaana ku idinay in fuqaha wax yiraahda markii taxkiim ku dhaco kadib markii ninkii gabadha ay gabadhu tahkiimkeedii dibato waligaas wuxuu noqonayaa wuxuu ninka wadaadka wuxuu noqonayaa wali oo qeyr mujbir ah wali qeyr mujbir ah idan buu baahan yahay samoobi wali hadduu qeyr mujbir yahay idan buu baahan yahay walaalkii iyo ayerkii yaada wakaas idan buu baahan yahay marka tahkiimku dhaco wuxuu tahkiimka horeynaya markii tahkiimka yimaado wali qeyr mujbir wey hataa ma guuri karo tahkiimka kaliya kuma guuri karo haddana waa in idan la helaa idankaas lafdu ruduu ku imaan karaa lafdu wakaal uu ku imaan karaa waxaas iska loo gudagali karaa marka haddana idan kala gabadhu looga baahanayo marka haddana waa idanka ay siiso markaasa waxa weeye hawshu madax banaanaanaya sasu ku cabdinaya laakiin shuruudo badan bay leedahay marka gabadha tahkiimka noocaan lagu guurinayo masaafada lagu guurinayo ninku inuu qalmo kuf u yahay baa shardi ninka si soo guuri ma waa inuu kuf yahay gabadha oo qalmo shuruudaha ka mid ah shuruudo kale badan way leedahay marka cumuuman ku soo duuduub gabadha markii la guursado oo si safa sharciya oo tahkiim saxa lagu guuriyo aabaheedna uu meesha ka maqan yahay ama odag uu hatago isagu hatago oo hala kaxeeyo ama isagu iskii hawto ama gabadhu meesha ka tagto iyadoo iskii hawtato meel kale hatagto ama markaa hala kaxeeyey waxa weyne kaxaasi waa saxya haddii meesha gabadhu caqdigu ka dhacayo odagii ka maqan yahay haddii caqdi meeshu ka dhacayo markaas odagii masaafatu qasbu u jiro ninkaxaasi waa saxya wuuna meel maraya sidaas weeye laakiin isweydiisigu aad u fiican yahay gabadha in la weydiisto ehelkeeda laga doono xataa nabi wuxuu yiri gabadha markaa guursanaysaan hooyooyinkooda la weydiin hooyadoo xataa weliga aan madxal ku lahayn oo gabadha guurkeeda aan iyadu waliyaasha ku jiriyo shuruuda baa nabi wuxuu yahay lagala tashado marka guurkii markii gabadha ehelkeedii la weydiisto dadkii la weydiiyo guur wuxuu noqonayaa loo dhan yahay saas ku qurux badan yahay hasaa xataa haddii masaafo timaado oo masaafo wax ku dhacaan nikaaxaasi waa saxaya wuuna meel maraya marka baaraka allahu fiikum سلاسل سلاسل كسو كوينا وبالله التوفيق إن شاء الله أدي أنه ما سيحي وجزاء الله خيرا وحسوك أبني قلقوية محمد وحرجي إن أدتك سؤالها عاوي لك وابي الأحياء أخر السؤالون وأنا أرخر السؤالين سوك أي وحي أحياء
سيدنا محمد رسول الله.